بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في مرة أخرى معي في القناة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا فغادي نقدم معكم هاد كريات الشوكولاتة، هاد الحليوة سهلة مهلة من بقايا الكيك، من بقايا الكيك أو لا مثلا إلا استعملنا كيك، إلا وجدنا كيك وضاع منا، يعني درناه مثلا طيبناه وهبط لينا أو لا تحرق أو لو وقعت فيه شي حاجة، فما غاديش نلوحوه ما غاديش نضيعوه، فغادي نستعملوه في هاد الكريات هادي. أنا بصراحة درت كيك و يعني كان يعني بطريقة العادية باش كنديرو ديما كيك يومي، ما عرفتش مالو هبط ليا الكيك، يعني طاب ولكن من بعد ما خرجته من الفران فهبط، فخديته خديت كميه منه ما خديتوش كامل، حكيته في الحكاكه الرقيقه حتى يعني اولا كنفرتوه بيدينا حتى كيرجع لينا هكا مفتت كيكون رقيق، وكنضيف عليه الكاكاو المر لاننا كانت عندي الكيكه بيضه ماشي كحله، فضفت عليها الكاكاو المر، ضفت هنايا 3 ديال المعالق ديال الكاكاو المر، ثم كذلك ضفت شويه ديال القرفه، كتبقى اختياريه اللي ما بغاش القرفه ممكن ما يدير حتى شي حاجه لان اصلا الكيك تيكون بعض المرات منسم، انا هنا كان عندي منسم بالفاني، وزدت كذلك القرفه، ممكن يعني ديروا نكهه الا عندكم نكهات، اما نكهه برتقال او لا اي نكهه كانت عندكم. وغادي نضيف الحليب هنا مخلط مع، درت تقريبا كاس لارب ديال الحليب مخلط مع معلقه كبيره معلقه صغيره عفوا عامره ديال القهوه سريعه الذوبان. هذا الميلونج هذا فعطاني واحد النكهه زوينه ديال القرفه مع القهوه مع الكاكاو والشوكولا، فعطاني واحد النكهه زوينه. ممكن داك الحليب بياغورت طبيعي، ممكن تعوضوه بكريم ديسير هذاك دانيت شوكولا مثلا، ممكن تعوضوا باش ما بغيتوا، كتبقاو تضيفوا الحليب شويه بشويه وانتم كتخلطوا حتى كنحصلوا على واحد العجين، يعني داك الكيك هذاك تيرجع لنا بحال شي عجين اللي ما يكونش جاري باش ما يجيناش خفيف بزاف، يعني غير على ما يتجمع لينا في اليد وصافي. انا صافي هنا ضفت كما شفتوا معايا في الاول، ضفت داك الحليب مع القهوه، وفي الاخير ضفت غير شويه ديال الحليب لان كان مازال خاصني شويه. غنشكل منه كويرات كما كتشوفوا الحجم اللي بغينا، كنشوف القياس اللي بغينا كما قلت لكم، وكنديروا هكذا كويرات صغيره اللي كنستفوها في واحد اللاطه حدانا على جنب، حتى الا كانت عندكم لاكريم فريش اولا لاكريم شونتي يعني مطلعه ديجا مونطي، فممكن تخلطوا بها عوض ما تستعملوا الحليب اولا الياغورت الطبيعي، ولكن كيبقى السهل هو الافضل، يعني اي حاجه توفرت عندنا في الدار فممكن نستعملوها، لان ديجا الكيك راه حنا خادمينه بمقادير اللي يعني البيض والسكر والزيت، ويعني جميع المقادير اللي ممكن تكون في اي كيك راه حنا استعملناها في الاول. من بعد ما ساليت هذاك يعني التكوار ديال هذوك الحبات، ف خديت واحد الكميه ديال الشوكولاته السوداء ذوبتها في حمام مائي، وكندوز فيها هذوك الكويرات كنمررهم فيها في الشوكولاته، وكنحطهم فوق واحد البلاستيك اللي فرشته هنايا في هاد البلاصه كما كتشوفوا، فرشت بلاستيك باش يجيني سهل انني نحركهم، من بعد كندوزهم في الشوكولاط وكنحطهم وكنرشهم بشويه ديال ديك الحبيبات، اما حبيبات السكر اما دوك اما رقائق ديال مثلا ديال اللوز ايفيلي، ممكن تستعملوا الكوك، ممكن تستعملوا حبيبات الشوكولاته، ممكن تستعملوا هاد الحبيبات الفضيه او لا الملونه او لا داك السكر البني او لا اللي توفر عندكم ممكن تستعملوه وتزينوا به، كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. ممكن ما تستعملوا حتى شي حاجه من هاد الاشياء هذه، يعني تستعملوا فقط الشوكولاته. هنايا استعملت واحد الكميه كما شفتوا زوقتها بالطريقه اللي شفتوا معايا في السابق، وواحد الكميه شويه واحد تقريبا ثلث، فخديت كاوكاو كان عندي محمر طحنته هرمشته شويه وخلطته مع الكونتيتي اللي بقات عندي ديال الشوكولاته، شوكولاتة مدوب خلطته مع هذاك الكاوكاو المهرمش، ممكن تستعملوا اللوز او حتى الايفيلي راه غيجي زوين. ومرر فيه غادي نعاود ندوز فيه دوك لي بول اللي بقاو ليا، دوك الكرات اللي بقاو ليا، فغادي ندوزهم في هذا الخليط هذا ديال الكاوكاو مع الشوكولاتة.
صدقوني بهذا الخليط هذا جزوين بصراحة، جزوين حسن من الشوكولاتة بوحده. داك الكاوكاو عطاهم بحال زادهم بنة فوق البنة اللي كانت فيهم. صافي غنستمر بحال هكذا حتى نحاولوا فاش نهزو هاد الكرات هادو، نهزو معاهم واحد الكونتيتي ديال هذاك الكاوكاو باش ملي تجمد كيجمد عليها هذاك الكاوكاو كما شفتو بهذه الطريقة هذه. من بعد ما ساليت فدرتهم في دي كيسات صغار بهذا الشكل هذا، اولا خليت بعض الحبات خليتهم بلا لي كيسات، فتيجيو ساهلين ورائعين وكتبقى لنا كفكره اللي ممكن نستغلوا بها مثلا الكيك اللي بقى عندنا ونشف لينا مثلا، او لا هانتوما تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي، فراه اللي كلاها ما يعرفش بانها راه ديجا كانت كيك من قبل وعاودنا استعملناه او لا عاودنا له اعاده ديال التدوير من بعد ما ضاع منا او لا بقى منا وصبح ورجع ناشف، او لا مثلا ما تكلاش واحد ما تكلش واحد المده اللي قصيره ورجع يبس او لا شي حاجه بحال هكا، فممكن نرجعوا نستغلوه بهذه الطريقه وبطرق اخرى مره اخرى الى عاود خسر لي كيك. غنعاود نصاوب لكم بطريقه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش تخليوا لي لايك لا فيديو الى عجبكم وبارطاج مع العائله والاصدقاء، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.